فهد فرست جيم على الستريم اليوم. هل فهد حيقدر يوقف خالد من المادس اللي قاعد يسوي؟ ما تدري. خالد قاعد يطلع كل الناس برا البطولة. عم بوث ار اللوزر يعني. ها؟ بوث الاثنين في اللوزر دحين راح يكملوا وراح نشوف مين فيهم هيطلع من البطولة بعد الجيم هذا. لا ما انت فاهم. قصدي فهد اوه ماي جاد. خالد قاعد يطلع كل الناس. السؤال هو دحين هل فهد حيقدر يوقف عند حده ولا خالد حيكمل يطلع الناس ايه اللي يكسب البطولة دي؟ Maybe maybe not. Let's see. ليسا بتكون هذه تقدر تكلم عليها؟ ايه هذا ليسا تكلم. والله هذا المين حقي. والله مو عشان اقهرك ولا اقول اقول هذا المين حقي انا بس مين بالله يعفل عب احسن مني. والله انزل لي ون في ون احسن شخصية ما تتعب ما يبغى لها عارف ما يبغى لها برينز. انزل لي ون في ون اليسا والله اهزمك بدون راس. اوكي جايز خالد فيرسس فهد فيرست جيم. واو ايش قاعد يصير هنا؟ اليسا قول لها ادخل بيها صح؟ حركتها غير متوقعة يعني لاعبة صعبة صراحة. لا سهل العكس. ستايلها صعب لما تلعب في المطار. ووو لو جت كأنه كان يبغى يرميها عشان يقلوا. ايوه ترى هذه كاونتر بس ما ادري. اوكي دحين لازم خالد يركز. لو رمى هدوكن من بعيد او بوكن بدون تركيز حيكله حبة. اوه بري ستاند اب. اخر لمسة لمسة واحدة الهدوكن دي مرة ثانية. نايس سايد ستيب ريت ام بانيش شال الجيم اور خالد. ايه في شي غلط؟ كيف لوكنا؟ ها؟ اوكي كلنا انا كمان والله سي برو. اوكي ايش في عندنا هنا؟ لمسات خفيفة الى الحين بس ما في ولا كومبو ترى الى الان كلها بس لمسات وبانيش وذي الاشياء عارف؟ خوينا خايف يرمي البوكي لانه خايف يستناه يرد عليه من فوق بس. اوكي عنده امل يرميه من فوق صح؟ ترى ما فوق ذاك يقدر يرد عليه ولا ما يقدر عليه؟ ما انا لسه ما شفته الان لسه. اوكي يمكن شفته بكينج كينج يسوي له كينج يسويه. ايوه هوب كيك ما في ولا كومبو ولا دروب لي الهوب كيك ليش؟ الدقيقة الثانية 20 ثانية وانتهى الشوط ولا لا ما في كومبو الجميع مركز التركيز 1000 يا رجال شوف كيف واحد يصد. اوه ما في مسكة نايس ما في مسكة 10 ثواني وانتهى الشوط اجين يمكن تتعلموا مباراة تتعلم من الأشواط عندنا الليلة صح؟ جالس يلعبوا على الوقت وليش؟ ولايس فك المسكة من لا لا خالد لا كامبو انتهى الشوط نايس هذا أول جيم ينتهي معانا عن طريق الشوط والدقائق ممكن راح نشوف خالد فيرسس مين لو فاز على تكن لو فهد فاز على فهد راح يلعب مع مين مع ساري يمكن؟ يب هذه المصيبة أنا الصراحة أتمنى أشوف خالد يطلع مع ساري مو كأنه يقول باين هزم أبغى ينهزم بس صراحة تكون مباراة قوية حلوة عارف والله راح يكون نايس جيمز لأن خالد طلع ناس كثير أنا كأني قاعد أتكلم إنه أبغى ينهزم هذا اللي ضحك بس أنا ما أبغاه بس في سيناريو لو انهزم أتمنى يلعب قدام ساري عشان أشوف كيف لك لا يلعبون كي كومبو ندخل مود المناشير إلسا لازم يسوي شيء إلسا قاعد يلعب دفاع طول الجيم وما فرقت معه أوه هجم فلوكا غلط السعيد ولقط الغلطة وشالها عليه بوم ليش الدامج يشيل قليل ليش الدامج قليل معناه حركتي كلها صعبة ترى ولاده مخصص للوكر يا لانه ما جت رفعه يعني لانه هي ما جت رفعه الضربه يعني زي بس انه كان في الهواء ضغط جاب مربع فقدر يكمل عليها كومبو وهذا راح تشوف دمج الحين دروب للكومبو حنشوف او لسه راح اشوف بس كومبو بيرفكت جت الجيم الاول راح لخالد يا الهي خالد ايش راح يسوي راح يغير السيج ولا ايش خالد يغير شخصيه خالد جديد في اللعبه ولا من زمان معاكم ولا ايش ارجع خالد ما ادري مو جديد خالد من زمان معكم يعني ها؟ ايه من زمان بس خالد من لعبة مكة اوه لانه لو خالد جديد وسوى ذا كله والله ترى هذه فضيحة من واحد يجي من العدم كده ويشيل اساطير هذه قوية صح؟ مرة قوية بس لا خالد مرة لاعب متميز شخصية كيس مرة كويس اوكي الشوط الثاني حيبدا بعد ثواني من الان اوكي ما زلنا مستمرين معاكم فهد فيرسس خالد خارج من المهزوم منهم راح نقول له باي باي يودع البطوله اوكي ما بدا لاي واحد منهم بالضبط تحس انه بيقلب عليه ما بعد يعني ما بدا
ما ادري يوم هسه تقدر تستغله؟ لا لا ما عنده اي استغلال بحكم انك انت المين حقه يعني. ايوه ما استغله عادي اليسا وقفتي عارف. اوكي لا صراحه انا اشوفه لا يا رجل واو 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 من المناشير دي ترى مره خطيره عارف كيف. هو اللي يعرف يلعب يعرف يلعب في ستيج كاري قوي. ايوه بس برضه يفرق بالشخصيه يا رجل برضو انا مو مع العذر صراحه يا فاهم. هذا جاز موطي لا ما استغلها صح وحيندم لو اوكي لا لا خلاص بس انتهى الجيم. في بوك لا لسه في اوه سباحي قطي سباحي 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 والله قش اوكي انا اشير ستايل كاونتر جت لقطة كاي صراحة. اوف اوف نايس بانش ام خالد ام خالد فروم خالد فروم خالد حلو. جاي واو واو نفس الحركات يبي يحاول يشتته لكن اوه قدر والله قدر. واو واو يا اخي استعمال هذه الحركه مره خطيره. هارد لك وربي على اللوزر. ما في لوزر المهزوم برا هذا الحين ظلم اللوزر دول لوزر. خالد انهزم. انا وين كنت كاسب قابلت. خالد صراحه لعبه مره ممتع الاثنين في قيمه التركيز بطوله هذه مره كيف ممتع. نفس الحركه كان دي يغير ويخمه خلاص نايس صد الاخير ورفع ايش لازم اعترف فيه ترى فهد دفاعه مره قوي صحيح انا معاك هذه النقطه. اوكي 1 راوند فور فهد ريبوكن انذر ريبوكن. ليش ما يسوي النط خلاص بس استسلم استسلم خلاص ما عاد بيسويها ولا ذا ما سوي كثير عارف يخمه مره كذا مره لا لا لا. اوه اوه هذا كومبو ليش ضيعها موسيقى حلوه. هذا اول كومبو عند الليله والله عصر فجاه نايس يمدي يرجع الجيم لسه في امل لسه في امل يرجع الجيم قبل الكومبو. والله حاول والله كان لو لكن للاسف خالد كان جاهز لها نايس والله خالد كان جاهز لها جاهز لها ومستني الجيم جاهز لها ومستني يرميها والله كان بتحس كان مستني في الثانيه يسوي عشان يسوي دي حركه واو والله بتجاوب هذه اكثر من مجرد صدفه دموا على النهايه وفي قصدي بتجاوب بتجاوب فهد والله مره متالق اليوم هارد لك يا رجل هارد لك والله ان شاء الله المباراة اللي تمنيناها المباراة اللي تمنيناها ركز معي لازم شربت الحين خالد ضد سورا هذه المباراة حتكون تاريخية يا رجل والله المباراة مرة جامدة مباراة بين الأساطير.